درة البحر المتوسط على الطرف الشمالي الشرقي لمدينة الأحلام. هتلاقي روعة الطبيعة البحرية الخلابة للشاطئ اللي استحق اسم المنتزه، الجنة الخضراء الممتدة على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واللي كانت مصممة لخدمة الأسرة الملكية. ومع مرور الوقت كان لازم تدور عجلة التغيير بتطوير شواطئ وحدائق قصر المنتزه لتستوعب الملايين من الزوار. وفي أغسطس 2020 صدر القرار الرئاسي بتحويل المنتزه لوجهة سياحية عالمية، مع الاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية لاستعادة بريق المنتزه كأكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط. وعليه تم وضع تصميمات تتناسب مع الطبيعة المكانية للمشروع واحترام الأشجار والزراعات اللي بيوصل عمرها ل120 سنة. النهاردة اتحولت لحديقة عامة لخدمة 5 مليون سائح مصري وأجنبي سنوياً، وده يتطلب تنفيذ أعمال مرافق كاملة من شبكات إنارة وري وصرف وتغذية وحريق. واتقسم المخطط العام لحدائق قصر المنتزه لخمس مناطق رئيسية. أولها منطقة الاستقبال، وفيها تم وضع استراتيجية كاملة للحركة داخل المنتزه بالتوافق مع توجهات الدولة المصرية بالتحول الأخضر، ومنع دخول السيارات لداخل الحديقة التاريخية واستبدالها بالعجل والعربات الكهربائية الخفيفة. وعشان كده تم الانتهاء من تنفيذ جراج حضاري بساعة إجمالية بلغت 2278 باكية للسيارات و14 باكية للأوتوبيسات السياحية بالقرب من بوابات وسور المنتزه، ده غير إنشاء مبنى للزوار وأربع مباني لاستقبال الفنادق. وبنفس التوجه ده تم الاستغناء عن الطرق الأسفلتية داخل حدائق المنتزه وتحويلها لطرق ومشايات صديقة للبيئة من المواد الطبيعية زي البازلت والجرانيت بإجمالي أطوال 18500 متر، مع احترام المسارات التاريخية بين الأشجار وأشهرها غابات الجزورين الحمراء، طريق الفيكس وطريق الأروكاريا. تم رفع كفاءة بوابات المنتزه وأسوارها بإجمالي 2600 متر طولي، بالإضافة للمنشآت المحيطة وأقدمها طاحونة الهواء اللي بيرجع تاريخها لعهد محمد علي باشا، ده غير صهريج المياه وبرج الساعة وإعادتهم بنفس آلية عملهم القديمة، مع إعادة استخدام كتير من المقتنيات الأثرية زي المدافع الساحلية والتماثيل والأعمدة الجرانيت في ساحات وميادين المنتزه. تاني منطقة في المخطط الجديد كانت المباني والحدائق الملكية، واللي بتضم المشاتل والصوبة الملكية والمنحل ومزارع الخضر والدواجن، واللي كانت وظيفتها إنتاج الأطعمة العضوية للأسرة الحاكمة. وكان التحدي في رفع كفاءة المباني التخصصية وإعادة تشغيلها وبيع المنتجات الملكية العضوية القلب الأخضر المنشأ خصيصاً لهذا الغرض. بنواصل جولتنا في المباني الخدمية الملكية، وعلى أطراف المنتزه بنزور متحف القطار الملكي اللي بيضم بين جنباته قطار الملك فاروق من ماركة فيات الإيطالية، واللي كان بينقل العيلة المالكة لقصر المنتزه. وتم الانتهاء من أعمال ترميمه ضمن نطاق أعمال التطوير، وكان لإعادة استقباله في الجراج الملكي بعد انتشاله من الإهمال فرحة كبيرة لأهل اسكندرية. ولسه مستمرين في جولتنا داخل جنة الإسكندرية، وبنوصل للمنطقة الثالثة القلب الأخضر، واللي فيه اكتملت روعة التخطيط بإنشاء منطقة البحيرات الصناعية على مساحة 31,000 متر مربع، واللي بتعتبر رئة جديدة للزوار وعامل جذب إضافي للحديقة التاريخية. نفذنا أربع بحيرات صناعية بيربط بينها ثلاث شلالات من الأحجار الطبيعية، مع الحفاظ على الأشجار العتيقة والنادرة السابق وجودها في نفس المنطقة، إلى جانب عمل البحيرة كخزان مياه لري حدائق قصر المنتزه بطاقة إجمالية 20,000 متر مكعب في اليوم. وفي نفس المنطقة تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير مباني وملاعب نادي المنتزه، ليضاف للمناطق الخدمية المخصصة لخدمة زوار حدائق قصر المنتزه. وجهتنا الرابعة منطقة الغابات الساحلية، واللي في قلبها تم الانتهاء من إنشاء 31 كابينة لهواة التخييم
واللي هيتمتعوا بجمال المنطقة الفريد وجمعه بين الغابات الشجرية والمياه الفيروزية للبحر الأبيض المتوسط. واستمرت أعمال التطوير بإعادة إحياء أيقونة حدائق المنتزه، قصر السلاملك التاريخي اللي تم ترميمه تحت إشراف وزارة الآثار، مع استعادة العبق التاريخي للمكان، بالإضافة إلى إعادة افتتاح غرفة الملك والمطعم الأزرق والأجنحة الملكية، مع تنفيذ ساحته الأمامية والخلفية المتضمنة خدمات القصر، ومنها نادي صحي وقاعات متعددة الأغراض ومطاعم، واستكمالاً بشواطئ نزلي وفدية وفؤاد، واللي تم إعادة تأهيلهم مع إنشاء 77 غرفة فندقية شاطئية تابعة لقصر السلاملك اللي هو مصنف بوتيك أوتيل، بالإضافة لمباني خدمة الشواطئ، مع إعادة تأهيل جزيرة الشاي اللي أنشأها الملك فؤاد في عام 1925، واللي بتضم العديد من المنشآت الملحقة وأهمها كشك الشاي اللي لسه شايل بصمات الملك فاروق، والأحواض السمكية وفنار المنتزه ونادي الرياضات البحرية، بالإضافة لألسنة وحمايات بحرية لتكوين شواطئ في شرق الجزيرة، بالإضافة للساحات المفتوحة زي ساحة الغروب، مع الاستمتاع بسحر البحر بين شاطئ الغروب ولحد شاطئ الأفق مروراً بالشاطئ الأخضر، بالإضافة إلى إعادة إنشاء قرية البارادايس على طراز القرى الساحلية للبحر المتوسط بإجمالي عدد غرف 152 غرفة متعددة المستويات. الارتقاء بمنشآت المنتزه بيضم كمان إعادة إنشاء كابينة الرئيس الراحل أنور السادات، واللي تحولت لمزار تاريخي وسياحي على شاطئ البحر، ده غير إنشاء ملحق لدار الضيافة اللي بيضم 27 غرفة فندقية. وبيكتمل تطوير مشروع حدائق المنتزه بالمنطقة الخامسة، الممشى الأزرق، واللي فيه تم رفع كفاءة الكورنيش الممتد بطول 5 كيلومتر. أما منطقة رأس الإسكندرية على كورنيش المنتزه فتم فيها الانتهاء من إعادة تأهيل شاطئ فتحية وشاطئ فيئة، ده غير مقهى رأس الإسكندرية على مساحة 750 متر مربع، ومطعم رأس الإسكندرية على مساحة 600 متر مربع. وبكده بيكتمل حلم الارتقاء بالمنتزه وتأهيلها لتكون وجهة سياحية عالمية، بزيادة عدد الوحدات الفندقية من 225 إلى 926 وحدة، موزعة بين قصر السلاملك بوتيك أوتيل، فندق 5 نجوم، وفندق 4 نجوم، فندق فلسطين، قرية البارادايس. إسكندرية بتتولد من جديد وبتعيد اكتشاف جنتها الأرضية، وبتتحول لوجهة سياحية عالمية. يمر الزمن وتفضل إسكندرية الواجهة المصرية للسياحة العالمية، ويفضل شاطئ المنتزه درة التاج المتلألئ على ساحل البحر المتوسط. شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين. المنتزه درة البحر المتوسط.